السلام عليكم متتبعين قناه الطبخ، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم صحه جيده وفي احسن الاحوال كيف ديما. لاباس عليكم، هذا راه هو العريس، هاتوما العريس. هذا راه ولدنا، سوا ولد جيلال، ولد سي محمد، هذا خو العروس. الله يكمل بخير اولاد جيلالي وسي محمد، ولاد با محمد، ولد زهره، الروت ولاد العوني. تحيه وتحيه كبيره لهم، ولدهم ومنهم وخوهم، وانا الاول دوس معهم وليداتهم الحمد لله وبنياتهم، وانا باقي الخير وباقي الخير قدام. هانتوما شحال باقي لكم كاملين. الله يحفظك اولدي، الله يرضي عليك. با جيلالي راه ملي شافني مسكين عنقني فيدي بجوج، بعد جيت وانا كنت خنيفره 500 كيلومتر، 500 راه 1000 من غير نهار دوزتو لينا تما. ما خرجنا حتى للربعه الصباح من خنيفره، عاد جينا والحمد لله قضينا حاجه الله يقضيها الله. ايوا صافي، هنا باش غادي الله صافي، حنا رجعنا للمصريين. طيطيش المصريين، هذا خالتي، دار خالتي، ولاد خالتي هنا، هذه فيها طيبتهم كاملين، باقي ابو البشير. ان شاء الله انا غادي نمشي للحج نطيب لي تاهو. يلا تابعونا، راه باش معكم نطلعها الخلا والقيفار، كاينه بلاد الما لا والو، والبيتيه والستيرنا. وفي باكم عبد السلام راه رقد في الدار، تا شبع تا قال كيتي، عاد رانا جابنا. وتحيه للحاج امي، وتحيه لاختي، وتحيه للراجل اختي، وتحيه لولاد اختي. جاو عندي اليوم وراني ما قادني فرحه، زاروني كنت مريض وصحيت. الله يحفظ لي امي انت وميماتكم كاملين. هنا ان شاء الله هانتوما كيف ما كتشاهدوا، غادي ناخذوا نطيبوا 60 ديال الدجاج، وغتبقى 160 الغدا ان شاء الله، 160 طير ديال الدجاج الغدا. راه باقي نسي يجيبوا لنا في الدجاج. واللحم هنا تبارك الله راه جايه لشي 200 كيلو ولا 180 كيلو ديال اللحم، هما سيسرحوا فيها هنايا فوق الطابله باش تبقى مهويه. هانتوما غادي نديروا لها لي زور، عملنا الهواء الطلق، الهواء الطلق. هنا ان شاء الله الدجاج، عندنا غير عندنا الطلبه اليوم. هانتوما الدجاج عندنا واحد 60 طير ديال الدجاج، ها هي 60 طير ديال الدجاج، ومازال غدا عندنا 160 اخرى. هانتوما تبارك الله ما شاء الله، هذه 60 طير ديال الدجاج، مي انا مغليده ما رقيقه. البنات اللي كتسولوني 2 كيلو في الطير 3 طيور، 2 كيلو في الطير 3 طيور، ملي يكونوا 4 طيور ديما ديروا 2 كيلو، قل من 2 كيلو، قل من 2 كيلو باش كيجي الدجاج رقيق ومحيدق وزوين وعاطي العين. ان شاء الله هانتوما هنا القناصي ها مايا بدينا كنسلقوا فيهم. واللحم قلت لكم الجماعه الطلبه، عندنا الطلبه العرس حتى الغدا، اليوم غادي نديروا طلبه وغدا النقافه ان شاء الله، والجوق والحشاج راهم جايين وجايبين دفوعهم، والله يثبت الغرس المولي العرس. هانتوما تقريبا هنايا ها هي اللحم، واحد جوج طنجرات، بحال عندي شي 20 ميده، 20 ميده 60 طير، وواحد 50 كيلو تقريبا ديال اللحم نمشيوها. الله يجعل البركه الفايده، راه الفايده في الجمع ماشي في الماكله، وكل رزقه في داره، راه حنا غادي نفرحوا بالناس ومرحبا بهم، مرحبا بكم. هنا بالنسبه للعطريه هانتوما راه جمعت ديال 160 ديال الغدا، هي اللي شرملت منها الدجاج كامل ورديتها، رديت هذاك الدجاج راه هو يطيب تمايا، وهذا ها هو باش غادي نشرمل الدجاج ديال الليل نخليه ان شاء الله. دابا بالنسبه للحم ها هويا ها عطريتو حتى هو كنجمعوه ليه، هذه غنجمعوه غير ديال اليوم، ديال الغدا لا، حتى الغدا عاد غادي نجمعوها. بالنسبه للدجاج ضروري ما غنبيتوهم شرمل اليوم ان شاء الله، وتابعونا ان شاء الله. انتم بنت خوتي هي سيره كتقطع في قناصي كيف ما كتشاهدوا، لالا توريا هي قطعت البصله، خلتكم الفنان سيره تقطع الحريره، كتقطع في الربيع الحريره، وانا مقابل لهم الطناجر كيف ما كتشاهدوا، انا ملاقيني وجهي النار وظهري العار. ملي كتلفت والله العظيم ملي كنتلفت المسمومات السقعات المسمومات كيبقى يعايروا فيا، انا عاد العافيه ما يقابلوها. شوف انت صافي ان شاء الله اللحم انتم رديناه يطيب، الدجاج راه طاب صافي، بقاو لي هادو ما باش غنحيدهم. هنا اللحم، هنا خالتكم الفانه راه سيرة تجمع في الحريره في البرمق، الدجاج راه سيتحمر، البصله حتى هي راه سيرة كطيح، القناصي ها مايا. صافي حنا كملنا تقريبا الخدمه، جمعنا الروينه، هذه هي الخدمه. هنا ها الحريره قطعه مطيشه غيسلقوها، وانتم معنا بالحمريه غتقابل لنا هذه الخدمه، نفس الروتين نفس العمل نفس كيتبدلوا على الاماكن. والدجاج ديال الغدا راه حنا شرملناه، باقيين ما دفعنا كاع العشاء، حيدناه وتهنينا منه. هانتوما بلا ما خوو لينا الطناجر ونعاودو نستفوه، حنا جمعناه في البانيوات. هانتوما كيف ما كتشاهدوا
الحمراء مغطي، انتم الحمراء مغطي. بريد موجودين مسوس، موجودين مسوس. أو عم واحد خلاص. أيوة بريد ذاك يبقى بيتحط بوحده، حط على بوحده ودك السيل مسوس اللي عدل تبارك الله على ابو عادل النويويره، راه تا هو طيب كيف عرسه هو واليوسف وباقي العائله. انا حالف عاد بو الجلالي الا خرجت تنكملهم كاملين، اولاده كاملين، ولاد بو الجلالي والسي محمد كاملين ان شاء الله، كلهم غاديين يتزوجوا. لا الدراري ام بو الجلالي وباس محمد وبا خالي محمد غنصيفطهم الحج، غنصيفطهم في الطياره الاولى ترونسفير. المهم مرحبا بكم، الله يكمل بخير. راه ولد بنت عمو العروس، بنت عمو بنت خالته وبنت خالته، هاي المو تويميات خداو من الخوت. الله يعمر لهم الدار، الله يحفظهم، الله يحفظهم، الله يحفظهم. شنا منهم مع كل خير كل احترام. هذا راه العزيز، منا نقول لكم هذا هو العزيز. ان شاء الله احنا جمعنا الحريره كيف ما كتشاهدوا، صافي رديناها الطيب. تبارك الله ما شاء الله، عندنا 17 طابله، 170 ديال الرجال، 170 ديال الرجال كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله. الله يثبت الغرس ويجعل كل شيء مبارك مسعود. الموالي للعرس ان شاء الله الحريره راها سعرها كطيب، اللحم والدجاج اللحم والدغميره والبرقوق والمشماش، راه كل شيء سخون كل شيء ناضي تبارك الله ما شاء الله. وهذه هي خدمتي، ديما كنخدم واقف على الطابله ما كنخدمش على الارض. طيابات الصقعات كتقردوا ظهورتكم، ما عمرك تتكاي ملي كتجي توقفي العمود الفقري كيسالي معاك الركابي الهشاشه، حتى هذه الحرفه صعيبه. راه حتى واحد من موالي العرس اللي خدمنا ليهم ولا اللي مازال غنخدموا ليهم راه ما غيعقل عليك، لان خديتي واحد الاجر تقاديتيه صافي سالينا، خدمتي تخلصتي زدتي في حالك. خدمي عقلك، خدمي ما تخدميش القوه، ما تخدمش القوه راجل ولا امراه، خدم عقلك، خدم البراتيك. الناس جات كيخسر مالي، انا بعض النصائح اللي كنعطيكم ماشي انا ضدكم، لا الله يكون في العون. حتى انا راه كنضرب تمار وانا كنصور لكم غير السهله، اما الصعيبه راه ما كتشوفوهاش. راه حنا كنضربوا العذاب وكنضربوا تمار، والله اللي عالم بينا والصاد وتمار وصغير الليل. واش بنادم بايت في خنيفره وصابح في عرس راه ماشي سهله، راه 500 كيلومتر ماشي سهله باش غادي نضربها، راه ما ساهلاش. ضربت 1000 ديال الكيلومتر، 500 مشيان و500 مجيان، راه الله يكون في العون. وهذا الشيء اللي كاين وتابعونا ان شاء الله. هنا ان شاء الله الشكل النهائي ديال الحطان ديالنا، والله يجعل الصدق لله ويجعل العرس مبارك مسعود على مولاي السلطان ولاله العروسه والعائله الكريمه والحضور والجمهور وباكم العبدي ولالكم بنت خويتي ولالكم سوريا ولالكم خديجه ولالكم الفنان وباكم عبد الهادي ونور الدين وابراهيم وعصام واللحية ابو اللحية ما نساوش كلشي على ابو اللحية. شوفوه لا بالكم هاد الجيل ديال اللحية لا تيقو، هاي دوزوا لي لا ديستي بعدا يلا.
صافي سيدي. والحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا أرضنا تبوأ من الجنة حيث نشاء وخادم عشر عامها. وخالتكم الفنان شهات العنب، خالتكم الفنان شهات العنب، وجابوا لها خويا ابراهيم الولد الزين والبوغوس. ها انتم تبارك الله على ابراهيم. اكل يا خالتي الفنان نبات باردين يبردوا القلب والله العظيم. كويس بارك الله يجعل البركه نوض الركدو جايبين باقي فينا العيا ديال خنايف رخيصي. هنا صباح الخير وصباح الرباح وصباح الحريره وصباح الشفنج وصباح باكم العبدي وصباح خالتكم فنان وصباح خالتكم بنت الحمري. شوفوا الحريره، الحريره حامضه في ولاد العوني، الروت ولاد العوني، وتحيه الناس ولاد العوني، وتحيه البوم والشفنج، وتحيه المغاربه كاملين. الشفنج والحريره يبقى يضرب عندنا حتى الوحده مع جوج. اللي جاي ياكل دار كبيره ولاد العوني، ولاد با محمد، دار با محمد ولد زهره، دار با جلالي، دار با سي محمد، دار با عبد الهادي، دار با حسن، اولادهم احبابهم الله يحفظهم ويضمنهم وييسر امورهم. وتابعونا ان شاء الله تنكملوا لامتنا على خير، ورحنا فرحانين ومجوجين بنتنا. الله يجعل كل شيء مبارك مسعود لوليداتنا ووليداتكم ووليدات المسلمين كاملين ان شاء الله. كيف ما كتشاهدوا الشفنج، الشفنج ديال العيالات الحرات الغرات العبديات، العبديات الشفنج باقي داروا، باقي يديروا العبديات. شكون باقي يديروا؟ غتقول لي شي وحده اللي انا باقي ندير الشفنج وسيرتهم مليات المدينه. ياك الشفنج عارف راس الدرب مليات المدينه، ما تلاو يديروا مسمن، ما تلاو يديروا بغرير، ما تلاو يديروا كل شيء من الزنقه، حتى من الحلاوي من الزنقه. تحيه لمليات المدينه، تحيه لمليات المدينه، وتحيه لمليات المدينه. عارفكم قوطات، عارفكم حادقات، وعارف المهم كل شيء فيكم. هاي بحالي بحالكم. المهم مرحبا بكم، والشفنج تبارك الله ما شاء الله، والله ييسر الامور، ومرحبا الف مرحبا بالمغاربه كاملين. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا صافي ردينا الدجاج بعد ما طيبنا الشفنج وطيبنا الحريره وفطرنا الناس. الدجاج هو يردينا، عندنا 160 طير ديال الدجاج، ومازال غيزيدونا واحد 20 بحال 180 اللي غادي نطيبوا. 180 الدجاج اللي طاب راسه يتحمر. وتحيه للاخت نزهه من مدينه اسفي، تحيه وتحيه لها كبيره على التتبع والتفاعل ديالها. الله يحفظها ويضمنها ويخلي لها باها وميمتها والعائله الكريمه ديالتها. ورحنا تشرفنا بالعائله ديالتها حاضرين معنا هنا في العرس. الله يجعل ربي يسهل عليهم ويحفظهم ويضمنهم ويعطيهم كل ما تمنوا في خاطرهم. وتحيه لك نزهه، نزهه نزهه بنت اسفي، الله يحفظك بنيتي، والله يسهل لك، والله يدير لك الطريق في الضيق. وراه لما كنتيش معنا راه القلب ديالك راه هو معنا، والعائله راه هي معنا. وان شاء الله هذا الفيديو راه غادي تشوفوه وحنا كنقدموا التحيه لك فيه. تحيه لنزهه مدينه اسفي. ان شاء الله واحد القصريه ديال الكسكسو بغيناكم تشاركوها معنا، ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. وما كاين عدي نعمك. I'm not afraid.
Thank you.